أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول الصراع والمشهد العراقي السياسي، كتبت نور العبيدي مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، جاء فيه: أحداث كثيرة وتدخلات خارجية من دول تريد الهيمنة على العراق عن طريق نشر ميليشياتها الإرهابية على الأراضي العراقية والاستيلاء على المتبقي من المدن العراقية بإعاز من حكومة المنطقة الخضراء التي ما هي إلا أداة لتمكين هذه الدول على البقاء أو على بقايا العراق أرضا وشعبا، كما هو حال ميليشيات البيكاكا التابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية سنجار وإيزيد خان وميليشيا الحشد المتعاونة مع حزب العمال الكردستاني، وتتلقى تمويلا إيرانيا وتحمل فكرا انفصاليا يساريا. زعامة نور المالكي والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر الذي حازت كتلته على المرتبة الأولى في الانتخابات التي لم تشهد مشاركة الشارع العراقي بنسبة لا تزيد عن 12%، فضلاً عن التلاعب بصناديق الاقتراع والتزوير. الشعب العراقي بغالبيته العظمى لم يشارك في الانتخابات وقاطعها كلياً باعتبارها مهزلة سياسية وضحكاً على الشعب، ما أدى إلى تهالك القوى السياسية والأحزاب وميليشياتها والصراع فيما بينهم. وقد بدا واضحاً الصراع المحتدم بين هذه القوى، فما فعله الإطار بالتعبير والتلويح عن خشيته من وقوع حرب أهلية إن لم تتشكل الحكومة بالتوافق، وسخر الإطار منتسبين من الحشد للتظاهر معترضين على نتائج الانتخابات، ثم استعمل لغة مذهبية منذرة للشيعة من قبول نتائج الانتخابات لأنها ستؤدي إلى اضطهادهم. وقد استنكرت ميليشية العصائب بقيادة قيس الخزعلي ونزلوا أمام شوارع المنطقة الخضراء، وكان اعتراضهم بعدم إعطائهم مقاعد برلمانية تضمن بقائهم في السلطة، وما زال الصراع قائما فيما بينهم. هذا التخبط يشير بوضوح إلى أن الوضع خرج عن سيطرتهم لعدم توافقهم، فضلا عن أن مسعاهم في البقاء خاب، فالشعب اليوم يعي ما يجري وهو المتضرر من هذه العصابة التي تحكمه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ولذلك اقتضى الأمر بضرورة إسقاطهم لأنهم دمروا العراق وصدعوه حتى أصبح متآكلاً كما تأكل الأراضة الخشب. الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة حالياً في العراق غير قابلة للاستمرار، والحديث عن التغيير يتكلم فيه الكثيرون عبر نظريات ورؤى متعددة، وهناك اختلافات بين كل الأطراف على هيئة هذا التغيير القادم، فهو حقيقة لا يمكن إغفالها، فقط ننتظره. فمن النادر أن يستمر نظام فاسد أو طاغية مفسد مهما كانت قوته وجبروته، ولنا في التاريخ القديم والحديث عشرات الأمثلة. لابد أن يصحى الشعب في لحظة ما ويثور على هذا الظلم، على هذا النظام الفاسد، وإن كانت فرصة الفساد أطول فيما مضى فهي الأقصر الآن في ظل العولمة وثورة الاتصالات وتحول العالم إلى شاشة صغيرة ونافذة تطل منها على كل بقاعه، تتابع ما يجري فيها بشكل مباشر لحظة بلحظة، وتداخلت قضايا الشعوب مع القضايا الوطنية، وأصبحت صورة على النت كفيلة برسم صور وتشكيل رأي عام عالمي وتعاطف دولي يجبر الحكومات على اتخاذ موقف قد لا يتماشى مع سياساتها. يقول الكاتب محمد حميد رشيد في مقاله: إن التغيير قادم في العراق. في العراق فإن التغيير قادم بلا شك على يد الشعب العراقي، طالما الشعب العراقي غير مقتنع بمن يقودوه بسبب فسادهم العلني وفشلهم في إدارة الدولة والارتقاء بها. وبدأ الرفض ظاهرا للعيان في الانتخابات الأخيرة، أكثر من 70% ممن لهم الحق في الاشتراك بالانتخابات لم يشتركوا بها، وفشلت أغلب الأحزاب المشاركة فيها في الحصول على الأغلبية، لذا رفضوا الانصياع إلى نتائج الانتخابات. ولا زال الفاسدون الفاشلون يصرون على استمرارهم بالحكم الفاسد وتمسكهم بالسلطة، خصوصا أن الأحزاب العقائدية تصر على نشر عقائدها بكل طريقة، بل وإلزام الناس بها، وإمكانية السلطة تتيح لهم ذلك، بينما تهدف الأحزاب السياسية تحقيق مصالح الجماهير وتنصاع لها. التغيير قادم في العراق إن لم يحسب الحكام حسابهم لوعي الأمة ولغضبة الشعب وانتفاضته المزلزلة القادمة،
نتيجة فقدان الثقة بالسلطة ونفاد صبر الأمة بكل مكوناتها. التغيير قادم ما داموا لا يسمعون لصرخة الشعب وأنينه وجوعه ورفضه المكتوم الآن والذي سيقتلعهم غدا. لقد فشلت المعارضة قبل عام 2003 في حكم العراق لأنهم اعتمدوا على الاحتلال في كل شيء، في تكون مجلس الحكم وفي كتابة الدستور وفي حل الجيش العراقي وفي تبعية الحكومات اللاحقة. والأمر الثاني فشلهم في المجيء بخبرات وكفاءات لإدارة الدولة، واعتمدوا على الحزبيين رغم جهلهم وفشلهم في إدارة الدولة. والأمر الثالث فساد الحكومات ونهب ثروات، فكانت النتيجة الفشل وكره الشعب لهم وانفضاض قاعدتهم الجماهيرية التي نبذتهم وستثور عليهم بطريقة قد تختلف عما جرى في ثورة تشرين عام 2019. والأمر الرابع انشغالهم ولا زالوا بالعقد التاريخية والأحقاد السياسية والثارات، وتحولهم نحو العقائد الطائفية الدموية المتشددة التي أنتجت طائفية دموية متوحشة غير جديرة بحكم العراق وغير مناسبة للمتغيرات الحضارية العالمية وتتناقض مع مفاهيم الدولة المدنية. قد تبدو لقطات مشاركة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ولقاءاته مع القيادات المتواجدة في مؤتمر جدة عالما افتراضيا مقارنة بعالم واقع في بلاده التي تؤطرها قوى متصارعة على إبقاء الفساد وتغييب الأمن والسيادة. إن مآلات الأمور في العراق تسير من سيء إلى أسوأ، والهوة بين الأقطاب فيه تزداد اتساعا بحسب الكاتب فارس الخطاب في مقاله بموقع مركز رسام للدراسات. إن الطرف الذي وضعت على عاتقه كل مشاكل العراق السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من مظاهر الفشل والفساد وفتح البلاد للنفوذ الإيراني ضاقت به نفوس العراقيين حد الكفر به، هو ما اصطلح على تسميته بالبيت الشيعي العراقي. ولأن المثل القائل من أمن العقاب أساء الأدب، فقد اقترفت القوى المنضوية تحت هذا التوصيف كل أنواع الجرائم والانتهاكات وزرع الفتنة وتكريس الطائفية وتشويه مفهوم الهوية الوطنية والسيادة. لا بل تعاملوا مع شعب العراق بكل طوائفه وأعراقه على أنهم شعب فاقد للإحساس والقدرة على تقويض العملية السياسية التي يحتمون بظلالها، حتى جاءت انتفاضة تشرين عام 2019 التي وضعتهم القوى الإقليمية والدولية أمام حقيقة مرعبة ومربكة أفضت في بدايتها إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، لكن تداعياتها اتخذت مسارات اقتضت أن تنظر من خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج العربي إلى ثورة العراقيين على أنها بداية عودة الوعي، وهي نذر شر خاصة بالمشروع الأمريكي البريطاني في العراق. الأطراف التي لم تعد دروس تشرين هي قوى البيت الشيعي وإيران، فقد استمرت إيران بنفس أساليب تعميق مشروعها لأيرنة القرار العراقي السياسي والاقتصادي والجغرافي وغيرها، وعدم استيعاب الدروس المستنبطة من ثورة تشرين هو بالتحديد ما جعل موضوع مستقبل العراق موضوعا رئيسا. قال مختصون في الأمن السيبراني إن الثغرة الأمنية التي اكتشفت وتعمل بصورة نشطة في جوجل كروم ترتبط بمنتج برامج تجسس إسرائيلي معروف باستهداف الصحفيين في الشرق الأوسط. وأوضح موقع ميدل إيست آي أن شركة أفاست العالمية للأمن السيبراني نسبت الشبكات لمنتج برامج تجسس مقره تل أبيب ويعرف باسم كانديرو. من جانبها كشفت شركة إيسيت للأمن عبر الإنترنت في العام الماضي أن موقع ميدل إيست آي كان مستهدفاً من قبل مجموعة قرصنة في نيسان أبريل 2020. اكتشفت أفاست هجمات كاندير والأخيرة في مارس باستخدام مجموعة أدوات محدثة تهدف إلى استهداف أفراد في تركيا واليمن وفلسطين بالإضافة إلى صحفيين في لبنان، حيث اخترق موقعاً إلكترونياً يستخدمه موظفون في وكالة أنباء لم تذكر اسمها. وأضافت لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما قد يكون المهاجمون بعده، ولكن غالبا ما يكون السبب وراء ملاحقة المهاجمين للصحفيين هو التجسس عليهم وعلى القصص التي يعملون عليها مباشرة أو للوصول إلى مصادرهم وجمع معلومات مخادعة. وتم الكشف عن كانديرو لأول مرة بواسطة مايكروسوفت ويستيزن لاب في تموز يوليو عام 2021، وأظهرت النتائج أن شركة القرصنة استهدفت ما لا يقل عن 100 ناشط وصحفي ومعارض في 10 دول وفقا لأفاست. ومن المحتمل أن تكون كانديرو قد قلصت أنشطتها بعد إصدار تقرير سيتيزن لاب العام الماضي من أجل تحديث البرامج الضارة وتجنب جهود الكشف،
وتبيع الشركة منتجاتها للجهات الحكومية فقط بعد حصولها على جميع التراخيص اللازمة من وزارة الحرب الإسرائيلية. قال المؤرخ ومدير مركز الشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب أمريكا وإيران جون غازفينيان إن الاتفاقية النووية مع إيران باتت في حكم الميت، ومن المفيد أن يعترف الرئيس جو بايدن بهذه الحقيقة. كتب في مقاله الذي نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن من الواضح الآن أن المحادثات التي هدفت لإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة والمعروفة بالاتفاق الإيراني متوقفة. بعد 8 جولات من المحادثات غير المباشرة فشلت إدارة بايدن والرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي فشلوا جميعا في إعادة الصفقة التي نبذها دونالد ترامب عام 2018. فإذا أرادت إدارة بايدن تحقيق تقدم في احتواء التحدي الذي تمثله إيران وتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة، فهي بحاجة لأن تبدأ بالاعتراف بحقيقتين غير مريحتين. الأولى أنه عندما يتعلق الأمر بسياسة الولايات المتحدة مع إيران فقد انتصرت إدارة ترامب، فقد كانت سياستها فاعلة بشكل مدمر، أي جعل أي عودة أمريكية للاتفاقية النووية مستحيلة حالة خسر ترامب انتخابات عام 2020. والفضل يعود لترامب الذي خرج من الاتفاقية النووية عام 2018 وما تبع ذلك من عقوبات شديدة بشكل جعل إيران تشك في إمكانية حفاظ أمريكا على تعهداتها. وفي إيران هناك اعتقاد أن أي رئيس جمهوري سيعمل بقدر ما لديه من قوة على تمزيق أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه إدارة بايدن. الثانية وربما كانت حقيقة مزعجة أكثر، وهي أن إيران انتصرت مع أن المسؤولين الأمريكيين لا يحبون الاعتراف بهذا. ففي مرحلة ما وخلال السنوات الأربع الماضية أصبحت إيران دولة قادرة على إنتاج سلاح نووي، وهذا لا يعني أن إيران أصبح لديها قنبلة نووية أو أنها تريد واحدة، بل إن إيران هي خطوة واحدة من القنبلة، أو كما قال دورة واحدة لمفك البراغي كي تحصل عليها. وبكل اليورانيوم المخصب والقدرات التي تدفعها للمسارعة في إنتاج القنبلة لو شعرت أنها بحاجة إليها وربما في غضون أسابيع. وهذا نتاج تعاقدات إدارات أمريكية متعاقبة أقسمت بعدم السماح لإيران بالحصول على القوة النووية. رأى نائب رئيس البرلمان الأوروبي نيكولا بير وأستاذ الدراسات الأمنية ومدير معهد حرية العقيدة والأمن في أوروبا بيتر نيومان في تحليل نشرته مجلة بوليتيكو أن أوروبا بحاجة الآن إلى التفكير في بدائلها عن الاتفاق النووي الإيراني. أكد أن التمسك بفكرة أن المفاوضات النووية ستصل إلى حل سيؤدي إلى تكرار نفس الخطأ مع روسيا التي استغلت التهاون الغربي واحتلت أوكرانيا. وأشار التحليل إلى أن الشهرين الماضيين شهدا قيام الحكومة الإيرانية بعدد من الخطوات التصعيدية، من بينها زيادة تخصيب اليورانيوم وإغلاق عدة كاميرات في مواقعها النووية. إن تكرار أخطاء التعامل مع روسيا في قضية الاتفاق النووي قد يسمح لقوة معادية بالاستفادة من الدبلوماسية لمواصلة الأفعال العدوانية المتزايدة ضد أوروبا وحلفائها، مشيرا إلى أن طهران وفي ظل حكم الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي أصبحت خارجة عن السيطرة بشكل متزايد، وشدد على أن الوقت حان لإعادة تقييم نهج أوروبا تجاه إيران من خلال إعادة فرض عقوبات متعددة الأطراف وبذل المزيد من الجهد للحد من أنشطة إيران في أوروبا، حيث تنشر طهران دعايتها وتجمع الأموال وتضطهد نشطاء المعارضة وتخطط لهجمات إرهابية. وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه غض الطرف عن عدم استعداد طهران للانخراط في محادثات بناءة مع تصعيدها للعمليات العدائية في نفس الوقت. على الرغم من أن التحليل يعتقد أنه لا يزال يتعين استخدام جميع الجهود الدبلوماسية لتسهيل التوصل لصفقة يمكن لجميع الأطراف الاتفاق عليها. تعرضت الدبابة القطبية للخطر نتيجة مخلفات الطعام التي يرميها البشر وتجذب هذه الحيوانات إلى المناطق المأهولة وفق ما ذكره علماء ودعاة حفظ البيئة. وتصدر غزو عشرات الدبابة القطبية الجائعة لقرية روسية نائية قبل 3 سنوات عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم.
برزت في وسائل إعلام صور تظهر مجموعات من هذه الحيوانات تتغذى على نفايات مرمية في مكب بالهواء الطلق. ويشكل ما حصل في روسيا حلقة من سلسلة حوادث مماثلة تشهد تزايداً تظهر التهديد الذي تمثله مخلفات الطعام على هذه الحيوانات المهددة بالانقراض. وتتعرض الدبابة القطبية لتهديد كبير جراء التغير المناخي، إذ إن درجات الحرارة في منطقة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع بثلاث مرات من المتوسط العالمي، ما يعني وجوداً أقل للجليد البحري الذي يشكل منطقة صيد لهذا النوع من الدببة. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بهذه الرسوم مشاهدينا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.